ويا مساء الخير فيكم تتابعونا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب، واللي أكيد بيكون معكم من الأحد للخميس من الساعة 4 للساعة 5 بكل فقراتنا المتميزة والمتجددة، وخصوصا يوم الخميس يا جماعة تكون الفرحة مختلفة والأجواء دائما مختلفة، لأننا داخلين على ويكند ومع الأجواء الجميلة إن شاء الله يا رب تستمتعوا فيها، وأيضا افتتاح الكورنيش الجديد اللي كان أمس. بداية أمسي عليكم وأكيد أمسي على طراد. مساء الخير لمياء الأمريكية. مساء النور عليك. اليوم حتى أمريكي اليوم بنحاول نغير الستايل، وأعتقد على شاشة باين إنه توفقنا. أي مرة شفت قلت لك خلينا نسوي كاجوال كذا يوم. خلاص كل أسبوع كل خميس نختار بلد ونحاول نمثلها بطريقة. لا ولابس فكرة حلوة. البوت الأمريكي كمان. وأنا أي شايف البوت الأمريكي حقك والله شيء. عموما إحنا في الأخير حنظل زي ما إحنا، بس حنغير الستايلات شوية لمجرد التغيير. وزي ما قالت لمية فيها مواضيع مرة كثيرة حنتناقش فيها، لكن نشوف العناوين وهلمه. في ساعة شباب اليوم نشوف ردودكم في هاشتاغ واجهة جدة البحرية، شغف الطيران جعلهم يصنعون طائرتهم الخاصة، وأيضا اختيار الفائزين بجائزة ضياء عزيز ضياء الفنية في جدة، وفي الأخبار دراسة حديثة تزوج حتى لا تصاب بالخرف، وتطبيق محمول يحول عامل نظافة إلى مليونير. يعني هي حاجة عادية يعني، بس أنت بتحب الزوم إن صح؟ لا هشوف بعد صورتك زوم إن صراحة بعد أول ما نطلع فاصل، ولكن يعني صراحة خلونا نتكلم بكل عقلانية وواقعية. يوم أمس كان يوم جدا مميز وخصوصا لأهالي جدة. ليش؟ لأنه بعد أن دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل المراحل الثلاث من مشروع الواجهة البحرية الجديدة في كورنيش جدة. الأمير خالد الفيصل طبعا يعني حضر أمس وكان في صرح إعلامي كبير، والناس غطت والناس حقيقة استانست بأول افتتاح لهذا الأمر، وكانت في رسالة مهمة وجهها بصريحة العبارة. قال ماذا أنتم تحديدا، قال ماذا أنتم فاعلون اليوم لهذا المشروع؟ هل ستحافظون عليه أم سنسمع بعد تخريبه من المسؤول؟ طبعا في إشاء أنا إيش قلت؟ أو سأسمع غدا، أكيد يعني طال عمره أكيد سنسمع غدا، لازم التفخيم هو دائما يقول لك تجمع، سأسمع غدا بعد تخريبه من المسؤول، في إشارة لأهمية التعاون للجميع في المحافظة على هذه المكتسبة الوطنية، مو بس هذه في أمور كثير لازم نحن نكون أعتقد إنه خلاص صرنا نعرف إيش لنا وإيش اللي علينا، نعرف كيف نحافظ على هذه الأمور، والمفروض إنه في عقوبات وكل واحد يلزم يعني المفروض يعني اجعل المكان افضل مما كان، حافظ على نظافه المكان اللي انت فيه وهكذا. هذه الامور خلاص نسمعها كثير بس تحتاج نطبقها ونكون يعني عاقلين شويه. خصوصا طراد يعني هذه الرساله كانت جدا مهمه لكل اللي حابين انهم يستمتعوا بالكورنيش الجديد، لا سيما لا تنسوا ان الكورنيش القديم بعد افتتاحه بيوم واحد كان في شباب مخربين، وايضا بعض العوائل اللي دخلوا على الكورنيش واخذوا الله يكرمكم كل المغاسل والخلاطات اللي موجوده في الحمامات العموميه اللي المفروض انه زوار الكورنيش يستفيدوا منها. فاتوقع يعني كان مجهود جدا جبار وشغل جدا كبير من أمانة محافظة جدة وأيضا مستشار خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل عشان يرفهوا عن الناس في هذا الكورنيش الجديد. الكورنيش شغل كان فيه شغل حقيقي، يعني نحن نفتخر بهذا الشغل، راح نستمتع كثير فيه، راح يكون يعني مكان ترفيهي ومتنفس أكيد لكل العوائل اللي حابين أنهم يغيروا جو خصوصا مع الأجواء الجميلة هذه. فنتمنى المحافظة على كورنيش جدة. التايمينج مهم، الافتتاح جاء في وقت جيد. أنا بعرف الاتصال جاهز أو لا. طيب قبل ما نأخذ الاتصال حيكون في عندنا هاشتاج اللي هو في نفس الموضوع اللي هو واجهة جدة البحرية، ونشوف إيش ردودكم اللي كانت فيه وكان ترند هذا الهاشتاج. في أول الردود معانا نشوفها سوا. فين اليوم طقمين مع الكنب. حلو. فارس التركي يقول 5 ملايين ساعة عمل استغرق إنجاز مشروع واجهة جدة البحرية، which is صحيح أنه عدد ساعات كبيرة جدا ولكن الشغل جميل. هو تقول قلنا من هي العروس، قالوا جدة وحطت أيوة. كذا صورة يعني عروس البحر الأحمر وعروس فعلا. المملكة جدة.
الزهراني يقول أتمنى تطبيق كاميرات المراقبة في الواجهة وتفعيل قسائم عدم المحافظة على نظافة المكان من قبل البلدية بوضع دوريات لها، وأن يكون بداية تطبيق النظام بصرامة مع الكل مواطن وغير مواطن. كما أتمنى أن يكون جميع الكافيهات الموجودة مشاريع سعودية صاحب وأيدي عاملة. جميل، 240 حرف حل من قلبه ما شاء الله. بس عجبني النقاط اللي كتبها، يعطيه العافيه. روائع تقول بمناسبه الافتتاح تقول احب اذكر المرتادين الكرام بالممنوعات حتى لا تحرج نفسك ومن معك. ممنوع الافتراش في غير الاماكن المخصصه للافتراش، ممنوع الشوي، ممنوع التدخين المعسل والشيشه، ممنوع العزف او تشغيل الموسيقى بصوت عالي، ممنوع اصطحاب الحيوانات للتنزه. هذه كلها قوانين اصلا اوريدي سردت في السابق. شكرا لتذكيرك يا روائع. اكيد. ايضا معانا الغامدي، ريان الغامدي يقول الحمد لله كما يجب ويرضى، انتهى المشروع بشره وخيره، انتهى تعب الايام والشقى وطلع مشروع باذن الله يسعد الجميع. قدروا تعبنا وجهودنا وسهرنا وحافظوا على المشروع هذا، واللهم لك الحمد حمدا كثيرا. حلو يا ريان. عندنا ايضا علامه استفهام تقول اتمنى يكون في غرامات وعقوبات لكل شخص يحاول يشوه الكورنيش، هاشتاج واجهه جده البحريه. والله كلنا نتمنى. استفهام ازدي يقول انتظرناها بفارغ الصبر وقد اتت، تستحق جده واهلها وزوارها مثل هالمشاريع الجميله، ولن تكتمل الا بوعي مرتديها ونصح الغيورين على جمال الاماكن العامه. فهي ملك للجميع. هذه طبعا كانت تغريداتنا اليوم، ولازم يعني نحطها بعين الاعتبار، لانه في حاجات كثير لو ما فكرنا فيها عمرنا ما حنقدر نتطور ولا حنتغير ولا حتى يعني نضيف لنفسنا والمكان اللي حولنا. في الاخير كل واحد بيمثل نفسه، ويا ريت نكون كلنا مواطنين فعليا بعمل حاجه مره مهمه. لما نشوف الخطا نصلحه، مو نقول ما لنا دخل، مو نقول ما لنا شغل. صحيح. ما عاد صار في هذا الكلام، هذا كلام فاضي. كل واحد يكون مواطن، وطنيته تكون بالفعل، بالقول والفعل. حيكون معنا مداخلة هاتفية من محمد المطير، هو مدير عام الحدائق والمشرف على المشروع بأمانة جدة، مشرفنا اليوم. حياك الله في ساعة شباب. الله يحييك، الله يحييك، يا مرحبا اخوي. حنعرف اليوم اكثر عن تفاصيل هذا المشروع. استاذ محمد، ولكن ببداية يعني هل نتعرف على تفاصيل اكثر عن واجهة جدة البحرية ولكن بلغة الارقام؟ استاذ محمد سامعني؟ اي معلش يمكن الشبكه. اتفضل يا اختي. نبي نعرف تفاصيل اكثر عن واجهه جده البحريه ولكن بلغه الارقام. نحن الان في نتكلم عن الواجهه، تطوير واجهه البحريه المرحله الرابعه والخامسه. مساحه المشروع 730 الف متر مربع، بطول يتجاوز 4.5 كيلو. طبعا المشروع تميز عن باقي المشاريع السابقه في عده نقاط او اضافات اضيفت للمشروع، اللي هي اهمها شواطئ السباحه التي لا طالما حلم فيها اهالي جده. كم شاطئ؟ ثلاثه شواطئ زي ما سمعنا، صحيح؟ اربع شواطئ. حلو. نعم، بمساحه 50,000. حلو. واو، متر مربع. جميل جدا. دورات المياه طبعا 120 وحده، يعني وحده دورات مياه على امتداد طبعا طول على امتداد. من ضمنها دورات مياه الذكيه او الذاتيه. 6 مناطق العاب اطفال، يعني منوعه بطابع مختلف، كل منطقه تختلف عن الاخرى. حلو. أطول جسر مشاة في المملكة العربية السعودية يربط بين شارع فيصل بن فهد والكورنيش بطول 650 متر. جميل جدا. أخوي محمد أبغى أسألك في حاجة، ذكرت لي المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة، هي هذه اللي ذكرتها صحيح؟ نعم. لا، هذه المرحلة الرابعة والخامسة. الرابعة والخامسة. أين. المفروض أنها انتهت تماما، صحيح؟ أي نعم. طيب المرحلة السادسة ما راح نشير لها. تفضل تفضل. المشروع ينتهي وقته الفعلي في شهر 6 العام القادم 2018، لكن الحمد لله تم انتهاء المشروع قبل وقت محدد وانفتاح للزوار. في مرحله سادسه في هذا المشروع؟ في مرحله سادسه وسابعه تم انتهاء من التصاميم الخاصه فيها، والان بانتظار اعتماد الميزانيات ليتم ترتيبها العقود. حلو. وتختص بايش؟ تختص يعني بالديزاين الديكور ولا بايش؟
ما فهمت. المرحله السادسه والسابعه تختص بديكورات باماكن يعني تغيير شكل المكان ولا فاسيلتيز اخرى؟ تطوير الكورنيش المرحله السادسه والسابعه. انتهينا من التصاميم والان بانتظار زي ما قلت لك اعتماد الميزانيات لكي يتم بدري تنفيذها. جميل جدا استاذ محمد، طب كيف ممكن نتعاون يعني جميعا في حمايه هذا المكتسب الوطني؟ قل لنا على السريع كيف ممكن نخبر شبابنا بالمحافظه. نعم هذه ممكن اهم نقطه نتكلم فيها في الوقت الراهن. انا اتمنى من زوار الكورنيش من سكان جده او الزائرين جده انهم يكونون هم رجل الامن او رجل المراقبه الاول. الدولة صرفت أموال طائلة، كان في جهد، وانتم شفتوا الأرقام، عدد العمال وعدد الساعات وعدد المهندسين اللي اشتغلوا، يعني صحيح. العمل هذا ما خرج ولا خرج بالصورة هذه إلا بعد جهد. وكل شيء هذا للزوار وهو لهم. ونتمنى أنهم يحافظون عليه، ومو شرط أنه يكون هو ما يخرب، لكن حتى لو شاف في أحد ثاني يخرب يوجه، يكون مسؤول أنه يوجه. نعم، يكون هو المراقب. طيب سؤال جدا مهم عشان على أرض الواقع أخي محمد، هل في عقوبات واضحة وصريحة نصت لمرتكبي هذه الجرائم الصغيرة؟ أي نعم، في لائحة موجودة ومنصوص عليها أنه في عقوبات مالية وعقوبات تصل إلى السجن. ممتاز ممتاز. هذا اللي حيكون في كاميرات مراقبه ايضا ولا كيف راح تعرفوا؟ نعم، في كاميرات مراقبه تغطي المشروع بالكامل، 125 كاميرا تراقب المشروع بالكامل. جميل جدا، شكرا لك استاذ محمد المطيري مدير عام الحدائق والمشرف على المشروع بامانه جده. يعني حقيقة نفسي اليوم أول ما فتح كنت موجودة برضه في الصالون اللي قدام الكورنيش، حقيقة نفسي أروح أخذ لفة على الكورنيش. اول ان شاء الله طلع على الكورنيش ايش حتسوي؟ هروح اتفرج. بس حتمشي؟ بس حتمشى، هروح استمتع بالجو الجميل، استمتع بالمناظر الجميله، استمتع بالبحر، استمتع بالاشجار، ونفسي اتصور جنب جده. شو جنب جدة؟ جنب جدة شعار جدة؟ الساين فكرة مرة حلوة، هي أصلا صارت يعني خلاص الواحد عشان كمان يعني يوري الناس قد إيش عندنا. حاضر، يوري الناس قد ايش عنده حاجات حلوه في بلده. yes. اعتقد هذه من اهم الامور، موجوده في كل دول العالم، اللي هو كل مكان تلاقي في سوق من الاسواق برضو صحيح. عنده حاطط اسمه بهذه الطريقه وهاشتاج، والناس صارت تصور عشان تعرف ايش الموجود. كذا احنا ممكن نوصل رساله للناس انه احنا ما حد احسن من احد. اكيد طبعا. حنطلع فاصل ومكملين معكم بفقراتنا بعد هذا الفاصل. فقرتنا اليوم راح تكون مختلفة شوية لأنه راح تكون عن الطيران والطائرات الورقية وأيضا طائرات التحكم عن بعد، لكن راح نتعلم شيء جدا مهم، أنه أبدا ما كان العمر ومستحيل يكون أنه يوقف في تحقيق أهدافك وطموحاتك اللي أنت تتمناها. أصيل محمد وأديب محمد الجفري، حياكم كشباب صغار وأيضا والدكم مشرفنا محمد الجفري، كيف أموركم؟ إن شاء الله طيبين. تمام. يعني الرياضات الآن صارت دائما بكثرة، وصرنا نأخذ رياضات من برا، وصرنا أيضا محترفين في رياضات ممكن تكون مستحدثة عندنا، فنبي نعرف أكثر الآن كيف كانت بدايتكم مع العشق اللي حكيتونا إياه تحت الهواء بينكم وبين هذه الطائرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بالنسبه للرياضه، هذه الرياضه موجوده في كل دول العالم وموجوده في السعوديه من اكثر من 30 سنه. طبعا ما كانت تتبع لانظمه ولا كانت منظمه، الان اصبحت تتبع لاتحاد متخصص في الرياضات اللاسلكيه. حلو. جميل. اي نعم، وكان في اتحاد، طبعا اتحاد عام اللي هو الرياضات الجويه بقياده سمو الامير تركي بن مكرم بن عبد العزيز، والان اصبح لها اتحاد متخصص في الرياضات اللاسلكية بجميع الأنواع، سيارات، طيارات، أبوات، بقيادة العقيد فهد الزكري. يعني الجدير بالذكر في هذه الهواية أنها هواية حلوة ومسلية، ويعني بيستهدفها كثير من الناس بغض النظر عن الفئة العمرية، صغار كبار، طالما من أنه هو بيتعلم عليها بطريقة صحيحة يقدر يمارسها في مكان يعني معين ومخصص للهواية هذه، يقدر يمارسها وبينبسط. جميل. طب خلوني أسأل أديب، يعني بدايتك ما كانت سهلة أبدا، بس كيف قدرت أنك تتعلم وتطير بكل هذه السهولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم،
لما كان الوالد يروح النادي مع الشباب الفريق كنا نشوف الهواية إنها حلوة، كنا نقول للوالد نبي نتعلم هذه الهواية. بعدين جاب لنا اللي هو جهاز السيميليتر وتعلمنا عليه لمدة تقريبا 6 شهور. وبعد 6 شهور قدرتوا تطيروا لوحدكم؟ بعد 6 شهور قدرنا نطير لوحدنا. وأصيل، هل كان بالنسبة لك نفس الشيء ولا فرقت معاك؟ نفس الشيء، 6 شهور ضربنا مع بعض. حلو. مين كان أحسن من الثاني؟ هو أحسن. كنت أنت أحسن منه؟ كلنا شوية. شوف التواضع. هو طير طيران البنزين وأنا أطير النايترو والفليو. كل واحد شاطر في شيء، ممتاز، حلو. يعني الآن نقدر نقسم حتى احترافيتهم في كل نوع من أنواع الطيارات من هذا العمر، يعني ما نقدر نخليها بالمطلق كذا، كل واحد ممكن يتخصص في شيء. بالنسبة للفئات العمرية طبعا تختلف من شخص لشخص، قديش يعني كمية التدريب اللي كان بياخذها وتلقاها في البيت، وهو استيعابه قديش كان بيستوعب في التدريب. فبعد فترة طبعا هي البداية بتكون بطيارات اللي هي الفلين الخفيفة اللي هي طيارات التدريب المتخصص، بس تعودوا على الفكرة. ايوه أي. بعدين يبدأ لما يطلع برا، احنا بيكون طبعا تحت اشراف شخص مدرب يعني مؤهل، انه هو يقيمه انه هو هل قادر انه يطير طيارة كبيرة طيارة ولا صغيرة. لا ايوه، وبعد فترة يبدأ يتطور في المجال. خلينا على نقطة طيارات الفلين، حضرتك بتصنع طائرات فلين من سابق والى الان؟ نعم. كيف يعني، صعبة سهلة الانجنز الصغيرة، كيف بتحاول توزنها، ايش بتسوي، ايش مرجعك في بناء الطائرات الفلينية هذه؟ ايوه طبعا، هي طبعا لها مراجع ولها زي اوزان. زي ايش المراجع هذه؟ موجودة مخططات معينة مثلا في النت موجودة، او ممكن الاقيها يعني في النت، اي حد يقدر الاقيها في النت. حلو. وفي بعض تسرق الفكرة ترى. لا ابغى اعرف، لانه في ناس كثير ممكن تسال. انا ماني هاوي في هذه الاشياء او في التركيب هذه الامور ابدا ولا احبها، لكن في ناس دائما تسال يقول لك يا اخي نفسي اسوي، نفسي اعمل، ويستصعبوا هذا الامر، وهي موجوده في الانترنت دائما في اليوتيوب. صحيح. ولا غيرها في جوجل. صحيح صحيح. هي الشيء المهم فهم فكره الطيران، كيف الطياره هذه تطير. يعني الشيء المهم انه كيف الطياره هذه تطير. الطياره هذه لها خواص ولها اجزاء تطيرها. تمام، لها ميزات كيف تطير الطياره هذه، تصير شكل الجناح، نوع الجناح، توزيع تقل الاجهزه اللي بتركب على امامي خلفي في الوسط. صحيح. أيوه، في الوسط اللي هو السي جي، السنتر اوف جرافيتي، مهم جدا عشان تطير الطياره بطريقه صحيحه وطريقه امنه. لازم تكون الطياره مصنوعه بطريقه صحيحه. طبعا احنا شايفين معانا في الفيديو طريقه التحكم بالطائره، هذه طائرات التحكم عن بعد. بس انا عندي سؤال يعني مهم جدا، خصوصا لاديب واصيل، وقديش انت محافظ عليهم وفي تعلم هذه الهوايه. ولكن اول شيء نبغى نعرفه، طائرات التحكم عن بعد غاليه السعر، ما هي رخيصه ابدا، ما هي متوفره دائما، ومو اي احد يقدر انه يمتلك هذه الطائرات في عمر صغير. صحيح. ثاني شيء انه هذه الطائرات تحديدا ممكن بغلطه في الطيران تطيح وتنفجر. صحيح. والطياره راحت والفلوس راحت والجيب ايش؟ فلسنا. وبالنهايه تفلس. وهو عشان كذا الواحد دائما يعني يتبع الطرق الصحيحه. احنا دائما بنعلم الاطفال، طبعا احنا عندنا غير اديب واصيل ما شاء الله، عندنا ملهم صفطه، عندنا عيال زميلي فاضل كعكي، فايز وصالح، في مجموعه ما شاء الله تقريبا 10. وانتوا ورثتوا هذه كل الابناء. ايوه طبعا، ابنائنا وابناء زملائنا والناس اللي بيجونا من برا، اعطينا دورات في المعهد الثانوي الصناعي كيف للاطفال. والله اهنيكم الناس اللي عندهم مهارات في القص وفي التركيب. بس دقيقه فوز، ابغى اعرف حاجه من اصيل واديب. اصيل واديب، ايوه. يعني والدكم يعني غصب عليكم انك تتعلموا هذا الشيء، ولا انتم حبيتوه لحالكم؟ لا طبعا احنا ما حسيتوا في اي ضغط انه والدك مثلا يبغاك تتعلم زياده او تشد حيلك فيها او تعرف حاجات زياده؟ اكيد. حسيت من نفسك يعني انك تبي تتعلم؟ ايه، لان انا كذا حسيت في نفسي اني احب هذه الهوايه. تبي تتعلم نفسك؟ واديب انت نفسك حسيت نفسك تتعلم هذه اللعبه؟ انا حسيت نفسي اني احب هذه الهوايه لانها ممتعه كثير مره. انبسطتوا يعني فيها؟ انبسطتوا في هذه. حلو. على كده محمد، انت وصلت يعني وصلت طريقه هذه الرياضه وهذه اللعبه بشكل سليم. كيف بتعلموا دائما انك بتعلم ما شاء الله ابنائكم، كيف بتوصلوا للناس الثانيه والاجانب اللي ما تعرفوهم بطريقه صحيحه؟
احنا بالنسبه لنا احنا بنطلع طبعا مشاركات كثير، بنطلع مشاركات في جهات كثير، يعني بنعرض هوايتنا، بنعرض الطرق الصحيحه لاستخدامها، وبنعرض الاشياء الايجابيه منها. طبعا صحيح. الاشياء اللي انا اركز عليها طبعا ليش انا علمتها للاولاد لما شفت عندهم الرغبه، تخرجهم من الجو حق البيت والجلسه على الاجهزه الالكترونيه السوني والالعاب هذه. اوه دمار دمار. اي دمار، احنا بنشوفها منتشره بطريقه مبالغ فيها، احنا ما بنمنعها بس انه المبالغه فيها مشكله، بتسبب فيها كنترولر بس في الهواء الطلق على اقل تكبير. ايوه ولا يخرج من الجو. غير كده موضوع الابداع في صناعه الطياره، التفكير كيف تطير الطياره، هذا شيء جدا مهم انه الواحد يعرف يخش في علوم الطيران، كيف هي الطياره بتطير، ايش الاجزاء اللي بتطير الطياره. ففيها حاجات يعني بصراحه صحيح. ابداعيه طبعا اكيد. ومن هذه الناحيه الناس بتعرف احنا ايش بنسوي، وبيجونا كثير، بيتصلوا علينا الناس، عندنا مواقع التواصل الاجتماعي، عندنا حسابات، هي اللي تجذب الناس اكثر شيء، تخلي الناس تتحمس تعرف ايش في وايش ما في وايش. صحيح. طب خليني اسال اديب واصيل، ايش اصعب شيء في الطيران تعلمته؟ انا عندي اصعب شيء الهبوط والطيران في الهواء الشديد. وانت اصيل؟ صح نفسه برضه، اللي هو اللاندنج اللي هو الهبوط والطيران في الجو الشديد. ممكن تكونوا طيارين لما تكبروا كعباتكم طيارات، تسوقوا طيارات حقيقيه ولا ما حد فيكم فكر؟ ممكن بتفكر اصيل؟ اصيل عنده ميول للموضوع. اوه اوكي. والدته كثير بتقول له يا اصيل انا نفسي تكون طيار. يعني انا اشتغل في مجالات، انا مدرب باكاديميه الامير سلطان لعلوم الطيران. ما شاء الله تبارك الله. واصيل والدته دائما تحث انه هو يكون طيار في المستقبل. ان شاء الله نشوفك اكبر واحسن طيار في الدنيا. بس خليني ارجع لك محمد في موضوع ايضا اللي ذكرته قبل شوي، موضوع الطيارات، انه قديش هي مكلفه ومو اي احد بقد اديبه واصيله والاطفال اللي حابين يمتلكوها او يتعلموا على هذه الهوايه بتكون صعبه، لانه زي ما ذكرت ايضا هذه الطيارات بتنفجر. ف ايش البدائل اللي ممكن تكون موجوده الاطفال اللي حابين يتعلموا؟ احنا ما نقول تنفجر، لانه كلمه تنفجر هذه لا والله شفتها بعيني شفتها بعيني. انفجرت قدامي في لما وقت الهبوط، طاحت بسبب عدم تحكم في نفس الكنترول، طاحت الطياره وانفجرت، بس بعيد يعني بعيد عن تتكسر الاطفال. تتكسر يعني، ممكن احيانا تتصلح ممكن ما تتصلح. يس. طيب احنا نرجع للموضوع اللي انت بتقولي عليه، موضوع اسعار الطيارات. بالنسبة لأسعار الطيارات، ممكن تكون الطيارة تكلف 200 ريال، ممكن تكلف أكثر من 100,000 ريال. يعني الطيارات الفلين اللي بيعملوها الأولاد في البيت وبيجيب لهم الفلين وبيقصوها ما بتكون مكلفة كثير، لأنه بتستخدم فيها مواد الفلين، وهذه اللي أعطينا عليها الدورة. أرخص بشكل كبير. هي فلين كله ب 7 ريال من المكتبة. بيجيبوا من المكتبة وبيقدروا يقصوا بطريقة صحيحة تحت إشراف طبعاً شخص، لأنه فيها مشرط وفيها مواد حادة. وهندسة معينة. أيوه طبعاً. وفي مخطط بيمشوا عليه بيقصوها. المحركات نوعا ما بتكلف، لانه احنا بنجيبها من برا، اللي بيركبوا عليها الموتر والسبيد كنترول، الحاجات اللي بتحرك الطياره والاسطح حقتها. هي هذه اللي هي بتكلف. بس بالنسبه للطيارات اللي هي الاحترافيه الكبيره زي الان، الحمد لله اصيل ما شاء الله وصل انه يطير طيارات الجازولين البنزين اللي تطير بالبنزين، هذه اسعارها من 5000 وانت طالع. وانت طالع. طيب بالنسبه هذه بالنسبه لاسعارها، وبالنسبه انت قلت يعني اوقفت عن كلمه انفجار، لا ما تنفجر، وكان عندك يعني تعقيب عليها، بس عشان نفهم ايش التعقيب هذا، عشان الناس كمان تستوعب حكايه انه انفجار او لا. دائما الهوايات الجوية ينظر لها أحيانا نظرة أنها ممكن تستخدم بطريقة خاطئة، وهذا الكلام يصير أو باستخدام غير مشروع أو غير مصرح. كلمة الانفجار شوية هي اللي شوية إيش يعني صعبة. الطيارة لأنها مصنوعة من مواد خفيفة، حتى درجة الانفجار ما تعتبر بكلمة الانفجار اللي الأيام هذه الهاجس. صحيح الطيارة بتطيح وبتتكسر وبتطيح بتطير منها أجزاء وكذا، بس عادة المصنع لما بيصنع الطيارة هذه من الأشياء اللي بيفكر فيها انه ما تكون حتى في وقت الارتطام في الارض ما بتسوي الانفجار الكبير. المواد اللي مستخدمه ما في رابرز، حاجات معينه ممتص للصدمات عشان لا يصير في هذا، او يقلل من حده الاصطدام في الارض. الاصطدام انفجار ما بقول انفجار. بالنسبه للطيارات، غالبا الطيارات مثلا التدريبيه بيصنعوها من مواد خفيفه زي الفلين، حتى لما تضرب في الارض بتكون ضربتها خفيفه، الفلين بيمتص الصدمه وبيرجع مره ثانيه. ايوه ما بتكسر زي الخشب او زي الميتال. اصلا الاستراكشر يعني موجود. ايوه الاستراكشر، نوعيه الماتيريال المصنوعه منه تمام، بتتحمل الارتطام في الارض نوعا ما بدرجه معينه. احنا نسينا نسال اديب لميا، ايش بيصير لما نكبر؟ او اصير طيار او دكتور اسنان. او دكتور اسنان، خلاص هو طيار، خليك انت دكتور اسنان، يصير ايش؟
تحتاج بعض، هو يوصلك وانت تعالجه. صحيح. شكرا لك اصيل محمد الجفري، وايضا اديب محمد الجفري، واستاذ محمد الجفري، تواجدكم اليوم معنا في ساعه شباب. شكرا لك، شرفتونا والعافيه. يلا لمياء بن فرناس، اي خلاص ننتقل الى فقره ثانيه ونرجع لكم ان شاء الله. ايش اخبار ولا ايش؟ خلوا اخبار في الاخير احسن. بالله اخبار، يلا نتضارب. عندي اخبار بعد. جميله جدا بعد انا عندي ردود جميله جدا بعد الفاصل، راجعين. بيكون في هذه الفقره ما عندنا اي حواجز اصلا، هذه المشكله. اكيد طبعا، خصوصا مع اغرب الاخبار والمنوعات واطرفها واللي دائما بنسمعها صراحه، في منها المضحك وفي منها المبكي. انا لسه فوق. فوق فين؟ لسه فوق في السماء من الفقره اللي راحت الى الان، واخبار كلها فوق، يعني ماثر في عباس بن فرناس بشكل فوق هامس السحب وان كنت ثرى والله وطق رقبه. المشكله اليوم ما في، والله زعلان ما في طق، ولا كنا استانسنا اكثر ان شاء الله الويكند الجاي. ان شاء الله، ايوه ان شاء الله باذن الله. بس انت خليك مع الخبر هذا، يقول لك مغامران مجنحان يقفزان من الجبل للحاق بطائره. هذا الفيديو اللي معنا، خلينا نشوفه مع بعض في لحظات تكتم الانفاس. قفز مغامران فرنسيان من اعلى جبال الألب السويسريه وطرا في الهواء قبل الوصول الى الهدف، فهو باب الطائره والقفز داخلها اعتمادا على توافق السرعه بين الطائره والمغامرين. حسبوها ازاي مش عارف، بس لبسوا هذه السوتس حقت اللي يصيروا، يقول لك السناجب الطائره يسموهم. يس. حتى لا انا مستنيه ابغى اشوف هل فعلا حيدخل الطياره ولا لا. ما كان احد غلب صراحه يعني، والله هم يعني حتى بيوريك بيصوروا بعض، تعرفي في كاميرا فوق وكاميرا تحت، هذه كاميرا طبعا هذا التصوير من يعني في واحد في مسافه اعلى من الثاني، كل واحد بيصور الثاني. حاطين الكاميرات اللي على راسه. يس ايوه، بس اماميه وخلفيه يعني. مره ذكاء منهم صراحه انهم عملوهم، عاملين حساب كل شيء. بس خليكم اون تايم بعد كده عشان تلحقوا الطياره، المهم ما هي محرزه. لا عارف ايش يعني، في واضح جدا انه الطياره هي اللي بتجيهم، انه تعالوا تعالوا، هم يشوفوا هم فين رايحين والطياره تجيهم. مساعده، لا ما يضر في الاخير، كمان لا يموتوا، لم احنا ما نبغاهم يموتوا، نبغاهم يوصلوا. لا بس ايش المغامره والخطر اللي ممكن يكلفوا به حياتهم ويوهي بحياتهم في النهايه؟ والله دخلوا. الله او ماي جاد، بينجو. ما شاء الله. ترد سؤالي، هل ممكن في يوم من الايام تفكر تسوي كذا؟ لا. ليش؟ بالعكس. لا مغامره جديده حلوه، انت تحب المغامرات والاكشن وكذا وحركات. مين قال؟ انت تحبها. مين قال؟ كلام فاضي. طيب ترد، خليني اسالك ايضا سؤال قبل ما ابدا بخبري. هل في الفتره الاخيره بديت تصاب بالزهايمر؟ لا تقرا. اصاب بالزهايمر عندنا. اوكي لا بستار. ايوه في اوقات كثير ننسى اشياء كثير صح. طيب انا جبت لك الحل اليوم في خبري، لدراسه حديثه تقول تزوج حتى لا تصاب بالخرف. نعم. واللي تلخبط في الاشياء، فذي دراسه الحمد لله انها دراسه الحمد لله، يقول اجرى مجموعه من الخبراء تحليل ل 15 دراسه تضمنت بيانات عن الخرف والحاله الزوجيه، شملت اكثر من 8000 شخص، انتهت بان العزاب 800000 واو، انتهت بان العزاب الذين لم يتزوجوا في حياتهم يواجهون خطر الاصابه بالخرف بنسبه تصل الى 42% مقارنه بالمتزوجين، بحسب ما اوردته صحيفه التلغراف البريطانيه. انا ايش قلت؟ قالت خرف. ايوه قلت خرف. قلتي خرف من غير الفتحه صح. أوكي. لا احنا بس بنحاول نتناقش على كل حاجه، صبري عادي الامور حلوه يعني ما في اي مشكله. لا بس انت مستوعب انه الموضوع يعني قوي جدا وكبير جدا يعني معقول 42%. شوفي احنا ممكن، طيب انا اقول لك ممكن تحليل بسيط لها، انه لانه في شخص أيوة. معك في الحياه ففي حاجات بتخليكي تتذكر، يعني شوفي حاجات تخليكي في الحياه تتذكر، لما يكون في شريك حياه تتذكري اكثر مواقف، فممكن هذا الشيء الوحيد اللي يخليكي تشغلي جزء الذاكره وما يصير في ضمور له. هذا التحليل البسيط، اول تحليل مبدئي. فانا ممكن يعني
اضيف اي كائن حي في حياتي، ممكن اضيف زرعه في حياتي واعيش معها قصه حب الموضوع من غير ما يجيني نكد يعني. حالتك صعبه من غير ما تنكد. وصلت لهذه المرحله، اعرف ناس بعد ال40 ممكن يضيفوا شخص، ممكن يضيفوا حيوان اليف، ممكن يضيفوا زرعه، ممكن يضيفوا نبته لحياتهم يحبوها. ممكن حبيتي. لكن بدري عليك، صغير لسه. القهوة اليوم مضبوطة يا شيخ. والله جدا. عموما خلينا شوي نتكلم في حاجة كده علمية، العلمية بحتة والله. تعرف ايش الشفق؟ الشفق، اوكي؟ ليش دائما في افلام الكرتون او في الموفيز او دائما نشوفه حتى في الطبيعة احمر او برتقالي؟ شكلك كنت شاطر في الفيزياء. اوف، لا لا مو فيزياء، في الاحياء والطبيعة والبيولوجيا بشكل عام. يس، ليش ما عندي يعني؟ ما خبر صراحه، عندي اي تحليل. طب استنى، ليش ما يكون يعني ازرق غامق فاتح او يتدرج او اي شيء ثاني؟ ليش 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 احمر او لا تغشي؟ لا ايوه خلاص، بسبب لون الشمس. لم انا ما اوقف جنب غشاشين نهائيا. يقول لك اطلق، ما حاوقف جنبك، اطلق واتساب تحديثا. لا ايش دخل هذا؟ ايش هذا؟ ايوه يقول لك التفسير العلمي لهذا السؤال هو ان الشمس تكون منخفضه عند الشروق والغروب، ما يعني ان اشعتها تستمر بغلاف جوي اكثر كثافه بجزيئات الغاز. وبما انه التشتت حيكون او راح يكون للاطول، الموجيه القصيره اكبر منها وذات اللونين البنفسجي والازرق اللي بتتشتت في جميع الاتجاهات، فما بتصل لاطول مسافه موجيه ممكنه زي البرتقاليه والحمراء اللي بتشكل ظاهره الشفق. بنستمتع دائما احنا في هذه المناظر صراحه، بس عرفنا ايش السبب. الاحمر البرتقالي يفوزوا. سهله، ما يبغى لها والله يعني. وحافظه بعيد ولا حوقف جنبك على فكره. خليك بعيد. خليكي. خليك بعيد. والله. عموما خلينا نروح لخبري صراحه، اللي انا معجبه جدا بهذا الخبر، اليوم اخباري جدا جميله على فكره. تفضلي. تخيلوا معايا انه عامل نظافه يتحول الى مليونير، ابدا ما كانت بمحض صدفه ولا ورقه يا نصيب، لكن بالنهايه من جد لكل مجتهد نصيب في هذه الحياه. ما وقف في شغله وقال انا حفضل طول حياتي اكون عامل نظافه، ولكن فكر واخترع تطبيق. هذا التطبيق تحديدا هو اللي وصله للمليون، يصبح في النهايه مليونير. طبعا هذا التطبيق ايش بيسوي؟ سوى تطبيق لحجز فندق لمده ساعه واحده فقط. اللي يبغى يحجز فندق لمده ساعه واحده من خلال هذا التطبيق، واطلق عليه اسم يا نولجا، وتمكن من جني ارباح ماليه ضخمه عن طريق هذا التطبيق، وصلت الى 547 مليون دولار في عام 2016. وايضا حقق التطبيق نجاح غير متوقع ولاقى شهره واسعه في فتره وجيزه جدا. يعني يمكن نقدر نقول انه هذه من اجمل الاخبار اللي نقدر نشوفها في يوم من الايام، ومو بس نشوفها او نقرا عنها، بالعكس يعني نحن نقرا عنها ونتعلم ونستفيد من هذه القصص الموجوده على ارض الواقع عشان نقدر ننجز في حياتنا ونوصل في يوم من الايام نكون اصحاب من اصحاب الملايين. شوف انا اقول لك حاجه، والله عندنا احنا امثله مره كثير، هذا مثال ممكن من الخارج عشان نلهم، وفي كمان ناس ثانيه مره كثير سعوديين وناس تكلمنا عنهم في الاخبار الاسبوع اللي فات. شاب بدا ب 75 ريال تصليح جوالاته، الان اصبح يملك 20,000 ريال في خلال فتره وجيزه جدا، او من هذا الشيء من هذا القبيل. فنقدر نسوي، ولسه حيكون ان شاء الله معنا الاسابيع الجايه حنتواصل معه، حيكون معنا على الهواء عشان نعرف كيف وصل لهذه المرحله. على قولك احنا نحتاج بس دفعه بسيطه، الكلام سهل وكل حاجه، لكن نحتاج نتحرك، لانه اكيد الحركه بركه، خصوصا لما يكون عندنا كمان ضيوف فنيين وعندهم حس تشكيلي وحس جيد نتحمس اكثر. اكيد طبعا. جاهزه للفقره اللي بعد؟ ايش في خبر ولا ايش؟ في خبر. ما في خبر يا لميا؟ والله في خبر. لا وخبر يعني لازم تقوله. ليش؟ لازم يعني؟ لانه خبر جدا جميل. يعني عشان واتساب انت انا عارفه انه انت يعني خاصم واتساب، ما اعرف ليش يعني. لانه مره زودوها صراحه. هي اسمع، طب هي ركزوا معي. يقول لك واتساب يتيح ميزتين لمستخدمي هواتف اي او اس الايفون بشكل عام. اطلق واتساب تحديثا جديدا يهدف لاصلاح مشكلتين، الاولى يمكنه من تشغيل فيديوهات يوتيوب مباشره من داخل نفس التطبيق، وانه يرسل هذا طبعا اللينك او الرابط لاصحابه في نفس الوقت من غير ما توقف تشغيل الفيديو او انك تقفله. الثانيه
ايش هي؟ يقول لك انك تعلق او تتعلق بتسجيل الرسائل الصوتيه الطويله، بيمكنك انك تضغط على رمز الميكروفون وسحب القفل الى اعلى عشان يبدا التشغيل من غير ما تستخدم هذه الميزه الأصبع. انا جربتها الصراحه. طيب. مره نفعتني. وش كانت اللي قبل؟ اول كنت اضغط كثير على اصبعي لدرجه انه فجاه يروح المسج، يروح وانا افضل ضاغطه وبتكلم وبطول الكلام، يعني خلاص ما ابغى اتصل، فالفويس نوت يوصل المعلومه بطريقه. فويس نوت. اي فويس نوت اسمها نوت، يعني انت بتقولي ملاحظه ما بتقولي مشروع على الـ على الـ على الفويس. نو نو نو، لازم اوصل، ما في اتصل. طيب فانا ابغى كذا وكذا وكذا، خصوصا اللي بطلب من السوبر ماركت عارف، فدائما السواق ما يعرف ايش الطلب، فيقول لي ارسلي لي فويس نوت. دقيقه دحين هو يرجع يشو يسمع كل شوي كل الطلبات عشان يوصل لطلب معين، ومسكين الله يعينه. ما اشتكيت حاجه؟ بالعكس هو يبقى كذا. والله الميزه جدا جميله، بس اذا كنتوا بتعلقوا وبتطولوا في الفويس نوت اطلعوا لفوق ويكون في رمز القفل تلاقوه على طول مكانكم، واستمتعوا بالتسجيلات الصوتيه. هذا الكلام. تبوا تغنوا غنوا، تبوا تقولوا ايه قولوه قولوه يعني. بلاش الغنى الا الغنى. الله لا والله غني. من قال لك؟ لمية. ترى كل الناس يقولوا صوتي حلو الا انت، كنت حكب القهوه. بالله ترسل اغاني. كل الناس يقولوا صوتي حلو الا انت، صدق. بيجاملوكي انا زميلك بالك الخير. والله ما بيجاملوا. طيب احنا نطلع بعد الفاصل لفقرتنا الجايه الفنيه اللي ما فيها اي مجامله، راح نشوف رمي ايش حتسوي. مستحيل. شغله غريبه. بهدف دعم الحركة الفنية التشكيلية، احتفت جمعية الثقافة والفنون بجدة أخيرا بتتويج الفائزين في مسابقة الفنان القدير ضياء عزيز ضياء. المنافسة هذه في المرحلة الأخيرة انحصرت في 11 لوحة تشكيلية من أصل 300 عمل أتقدم بالشباب. دائما لما يكون في فن تشكيلية يخلي الواحد يروح بخياله بعيد، يستمتع، ينبسط، يبدا يتخيل حاجات ما هي في الواقع، وهذا اللي احنا نحتاجه في عالمنا، شويه هدوء شويه ريلاكسيشن. الفنانين ما قصروا معانا اليوم، مشرفتنا الفنانه ايمان الاحمدي فنانه تشكيليه، حياك الله معنا في ساعه شباب. اهلا وسهلا. الله يحييك، بدايه نمسي عليك ايمان، ولكن قبل هذا كله خلونا نروح نشوف التقرير ونرجع لكم. المكان فرع جمعية الثقافة والفنون بجدة، والاحتفاء يلامس هذه المرة جماليات الفن التشكيلي، حفاوة مختلفة ممهورة باسم أحد الفنانين المعاصرين الكبار في مجال الفن التشكيلي السعودي العالمي ضياء عزيز ضياء، والذي أطلق جائزة فنية لعشرة سنوات قادمة انقضت منها أخيرا النسخة الأولى بتكريم الفائزين. جميل أنه يكون في مسابقات الفن التشكيلي، والأجمل أن تتخصص في كل مجال، يعني الأستاذ ضياء عزيز ضياء اليوم جائزة فن البورتريه متخصصة في فن البورتريه، وهذا ما نبحث عنه، هذا التميز. أنا من يوم ما سمعت عن المسابقة قررت أني أشارك، واخترت العمل، اخترت أني أرسم نفسي، وبدأت بعدين بدأت برسم نفسي، استعنت بالصور والمرآة وبنيت بناء الشغل، أخذ مني وقت لين وصلت للمرحلة النهائية. المسابقة التي فتحت أبواب المنافسة أمام الفنانين أثمرت عن 11 لوحة متميزة تم اختيارها من بين 300 لوحة مشاركة تقدمت للقائمين على المسابقة في فرع جمعية الثقافة والفنون بجدة. اللي اشتركوا في المسابقة عدد طيب جدا، وهو حوالي 300، قبل منهم 35 أو 36 عمل فني، ورشح 11 للجائزة، وده يعتبر عدد كبير، لأنه مستوى اللي رشحوا للجائزة الحقيقة مستوى عالي، أنا ما كنت أتوقعه. صبري باجسير، جدة. إيمان الأحمدي أحد الفنانات التشكيليات، كيف حالك؟
الحمد لله. حضرت الحدث وشفت ايش اللي صار وكان تكريم جميل. لا يعني الحدث ما حضرته بس شفت الصور. شفت الصور. حلو لما يكون في تكريم باسم شخصية معروفة زي الفنانة التشكيلية المعروف يعني ضياء عزيز، يعني نوجه له تحية، وشيء حلو انه نربطه باسم تاريخ واسم يعني عريق في هذا المجال. اكيد طبعا ايمان، ولكن في البداية يعني خلينا نتعرف في البداية عنك وعن علاقتك، كيف بدأت مع الفنون؟ شغفي في الرسم يعني بدأ من الطفولة. مثلا افلام الكرتون كنت اوقفها احاول اقلد اطبق. شوية شوية لما تعلمت الانمي بعدين بدأت في البورتريه أرسم شخصيات واقعية كده. حلو. يعني بس طبعا الفنون تختلف، يعني اذا لما تبدأ في البورتريه غير لما ترسم الطبيعة الصامتة غير. ايوه يعني بعدين دخلت ورشات، كل واحدة عالم يعني. ايوه دخلت ورشات مع جمعية الثقافة والفنون اشتركت فيها، وكل فترة عن فترة يعني يسووا لنا ورشات. حلو جميل جدا. طب الدورات والورش اللي بتاخذيها قد ايش تحتاجي يعني، ولا تفضلي تاخذي من الدورات هذه الى ما لا نهايه عشان تتعلمي حاجه معينه؟ هل في تطوير طول الوقت ولا تتعلمي الاساسيات وتكملي الحاجه؟ هو الفن ما له حد طبعا، فلازم من الممارسه، لازم من الدورات الكثيره، لازم نكثف ده الشيء يعني. طيب إيمان، يعني يا ريت تكلمينا أكثر عن جائزة الفنان ضياء عزيز. ضياء إيش كانت فكرتها بالضبط وأيضا هدفها؟ المسابقة تخص فئة فنانين البورتريه لأنه قليل ما يتسلط الضوء عليهم. صحيح. فذي السنة كانت بس على مستوى المملكة، إن شاء الله السنة الجاية حتكون على مستوى دول الخليج، السنة اللي بعدها حتكون على الدول العربية. وتكرم فيها أستاذي صالح الشهري، ويستحق صراحة، مرة يستحق. هو اللي فاز يعني أيوة بالمركز الأول؟ ايوه، وقدم لنا برضو ورشة قريب كانت في جمعية الثقافة والفنون. حلو. مجموعة الأعمال اللي جربتيها كانت في البداية، بديتي من المدرسة تدريجا إلى الآن، كلها تمثل جزء من شخصيتك أو جزء من تجاربك الحياتية أو إيش ما تكون؟ مجموعة الرسمات بشكل عام، رسماتك في الحياة؟ لا، هو مو تمثل الشخصية يعني. ممكن يعني مثلا انا قصدي تمثل تجربه من تجارب حياتك او فكره تجسديها. ممكن صح ممكن. أيوة. هل ممكن تجسدي فكره احد ثاني على لوحه؟ يعني شفتي شخص؟ لا، ممكن تاخذ افكار يعني افكار، تجمع افكار من كل مكان. انه كيف يعني ما تشوف مثلا تاخذ من فنانين سابقين يعني مثلا تاخذ تجاربهم. ايوه طريقتهم، تجمع يعني من كل مكان شيء. الناس تبغى الان تجسد حياتها، ما عندهم الفن او ما يقدروا انهم هم ايش اقول لك، ما يقدروا ان هم يرسموا او يعبروا بطريقتهم. هل ممكن تسمعي قصه وتسمعي حاجه معينه وتجربه وتجسدي لهم اياها في لوحه؟ الا ممكن. مو من ضمن الخيال لما تتخيل يعني يطلع خيالك على الورق، يطلع خيالك بالفرشه، باللوحه زي كذا. حلو. احد يحكي قصه بطريقه غير الحكايه. والله مره حبيت، انا شفت بعض صورك واستوقفتني كم صوره، يعني فكره الثعبان اللي مغمض على عيونه، مغمض على عين واحد، وهو متعلق في حبل المشنقه. ايوه في هذه فكره، ايش فكرتها في الموضوع؟ هذه اللوحه، ليش هذه اللوحه يا ايمان؟ ليش العنف اللي هذه الصوره بالضبط؟ لا هو مو عنف. ليش هذه الصوره؟ ليش هذه اللوحه؟ هو مو عنف، يتكلم هنا عن قوة المرأة في الصورة. حتى يعني الوردة اللي في يدها رمادية، ووردة انه لسه الوردة فيها امل، الوردة اللي هي ايوه تعطيها قوية. امل انه في حياة، الوردة مو كلها سوداء، انه في لسه رماد باقي شيء. مين الثعبان اللي بيعمي بصيرتها؟ ممكن يعني في اشياء تأثر عليها في المجتمع. كنت تبغاها تقول الرجل انت؟ تبغيها تقول الرجل بأي طريقة؟ ايوه عجبتيني عجبتيني يعني. برافو صح. بالعكس الدبلوماسية في اجاباتها، خليكي زي ما انت، لا تورطك على الهواء. هو ان تطوير المهارات شيء مهم، واكيد كل الناس بتطور هذا الامر، لكن اني انا اوصل لمرحلة اوضح انه هذا انجاز بالنسبة لي، كل فنان انجازاته عظيمة، لكن كيف اوصل لمرحلة الناس فعلا تقدر الفن اللي بقدمه؟ هل اني انا امشي على ثيم واحد؟ هل اني انا مثلا اعطي اسوي معارض كثير؟ هل اني انا اشارك في مسابقات؟ لا مو شرط. ايش الهدف؟ ايوه طب ايش العنصر اللي ارتكز عليه؟ الهدف انه تطلع شيء يعني نابع من جواتك زي كذا. انه لو ما كان الشيء مقتنع فيه، فكره خارجه عن موقف مثلا،
او يعني حاجه مقتنع فيها اساسا انه ما عليك بالاشياء الثانيه، انه تطور نفسك تسوي معارض ودي الاشياء مو مهمه، اهم شيء ينبع يعني من جوا. يعني انا ممكن طول عمري افضل ارسم 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 ارسم، لكن تجيني لحظه بيك في حياتي هي اللي مثلا قدرت اعبر بشكل سليم وقريب من الناس، مو شرط تكون كل اعمالي ناجحه. لا مو شرط، اي مو شرط، هو لو انه حطيت في اللوحه كل المشاعر مثلا، كل المشاعر اللي حاسس فيها ومقتنع في اللوحه تماما بكل خطوه سويتها حتوصل للناس، حتوصل للناس تلقائي. طب كل فنان أيوة. إيمان يعني في لوحة في عمل سواه في حياته وأنجزه في حياته وحس أنه فخور جدا بهذا الإنجاز اللي لامس الكثير من البشر، فنبى نعرف إيش أكثر إنجاز حسيتي نفسك فخورة فيه؟ طبعا كانت مع جمعية الثقافة والفنون في دارية حيوانات أيتام، كانت بإشراف وزير التنمية والعمل الأستاذ محمد القحطاني قبل شهر تقريبا، انه جلسنا نرسم مده اسبوعين في اليوم تقريبا 5 ساعات. واو. كانت جدا يعني تجربه جميله، فريق العمل مره تمام، كلنا اسره واحده، الكل يساعد بعض. ايش كان هدف هذه الورشه؟ جداريه لحضانه ايتام. جداريه لحضانه ايتام. كم حدث بتسوي في السنه زي كذا يا ايمان؟ هل كافيه عددها؟ انا لسه مشتركه جديده يعني من اعضاء جمعيه الثقافه والفنون. فهذه اول سنه لي. اول سنه لك. أيوة. واول حدث تشاركي فيه هذا. ايوه ايوه كان جدا ممتع، بالذات يعني بسمه الاطفال مره كان شيء حلو. طبعا أوف. اكيد كيف. طبعا كيف الواحد لما يشوف خصوصا الاطفال يدخلوا في اي فكره الواحد يستمتع ويلاقي شعور غير الكبار اللي يعبروا بطريقه مختلفه. أيوة. صحيح اكيد. شكرا لك ايمان الاحمدي لتواجدك اليوم معنا في ساعه شباب، واكيد اتمنى لك كل التوفيق. تسلمي، نورتي وشرفتي، ودائما الفن لا ينتهي بطريقه ولا ثانيه. ايميل البرنامج هاشتاج ساعه شباب موجودين عشان نعرف ايش الجديد وايش حابين الويكند عندكم، فرفروا في الهاشتاج. ايش راح تسوي في الويكند؟ اول شيء الكورنيش. أيوه. اول حاجه بعد كذا الكورنيش، بعد كذا ارجع اهم شيء بالدراجه صار في ممشى للدراجه بكره. انا محدد، ايوه انا عارف بكره محدد وقت بس عشان اطلع الدراجه فيه. يلا نبغى نشوفكم كلكم في الكورنيش، وان شاء الله روحوا واكشتوا وانبسطوا مع الاجواء الجميله، ونحن راح نشوفكم يوم الاحد القادم. وبكذا اقول لكم في امان الله معكم، انا لمياء غالب، انا كنت معكم طلعت سندي، كونوا بخير والسلام عليكم.